أهلا بكم في فيديو جديد. الوليد بن طلال يوجه رسالة لمتابعيه في عيد ميلاده. وجه الوليد بن طلال رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، موجها رسالة لمتابعيه تزامنا مع عيد ميلاده. وجاء في نص رسالته: أحكي عن كمية التهاني والمعايدات التي وصلتني بعيد ميلادي وما زالت الساعة 1:30 صباحا. شكرا لكل من هو في حياتي، شكرا لكم من أعماق قلبي. ويحث الوليد بن طلال على ممارسة رياضة المشي. ونشر من قبل مقطع فيديو لحظة خروجه من مكتبه في برج المملكة مرتديا الكمامة ماشيا على قدميه برفقة عدد من مساعديه حتى وصوله إلى قصره في حي الفاخرية.